هنشوف الكابتن ناصر عباس. قبل ما نتكلم كابتن ايمن بس في المباراه نتكلم في موضوع الوقت بدل الضايع. صح، الوقت بدل الضايع ده حق القانون اداه للفريقين مش الفريق واحد. الحق الوقت بدل الضايع ده حق للفريقين. وبنيجي النهارده نقول حتى لو الحكم انا بدي مثلا 4 دقايق وقت ضايع، حصل ايه؟ حصل ان في ال4 دقايق اللي انا اديتهم حصل ان في كان عندي اصابه موجوده وكان عندي استبدال. اضافه لايه؟ ال4 دقايق كمان لما نيجي نتكلم بالتقريب انا كحكم مفترض ادي الوقت ضايع بالتقريب، مش قوي يعني، ولكن عندي اصابات في الشوط الثاني، عندي استبدالات في الشوط الثاني، على الاقل على الاقل مش اقل من 6 دقايق في الشوط الثاني. ده بنتكلم ليه؟ بنقول الكلام ده لكل حكامنا من فضلكم، لان الحق الوقت ده ممكن فرقه بيجيب جون واثنين وثلاثه في الوقت بدل ضايع. مش معنى حتى لو كانت النتيجه تعادل او فوز، احنا بندي الوقت ضايع للفريقين يا كابتن ايمن، ودي ثقافه بنديها للحكام كلها. القانون اداك الحق في انك انت تقدر الوقت بضائع بشكل صحيح عشان تدي حق للفريق. حاله من الحالات المهمه يمكن يعني هنشوف عشان مش هنسبق الاحداث يا كابتن ايمن. كابتن شريف نشوف. هنشوف هنا بيكهام عدى ويمكن الايد طالعه يا كابتن ايمن، صعب على الحكم، صعب جدا جدا النهارده كحكم. هنشوف نشوف الزاويه اللي جايه. ها؟ ده جابه. ستوب. هنا قلنا الشد. ما حدش يقول لي ان في شد خفيفه يا كابتن علاء. وشد ايه؟ صح. انا لاعب رايح، الشده بتعطل لي حتى لو الشده بتروح موقفني. تمام؟ بالظبط. الشد يمكن مش زي مخالفه ثانيه في عرقله، لا ما فيش، في دفع ما فيش. هنا الشد واضح والايد خارجه وباينه والشد واضح جدا. يمكن اللاعب كان عنده ذكاء جدا ان هو مسك وساب. طب ازاي الفار ما جابوش في حاجه زي هنا الحاله ديت؟ هو خلى اللعبه تواصل. احمد، على الرغم ان انا لو رجعت كده كابتن ايمن هرجع كده لاحمد الغندور، خلاص هنا شايفين الايد وهنا بيكهام الشد موجود. وقلنا الشد يا كابتن الحاجه الوحيده اللي ما فيش فيها شد بسيط وشد كبير، ولكن انا شايف ان هنا كان يجب احتساب ركله جزاء للشد، مخالف شد للاعب النادي الاهلي. طيب ليه بنتكلم دلوقتي على موضوع الفار وتأثيره؟ لأن برضه هنشوف إن في ماتش الزمالك في برضه الفار لم يستدعي، مع إنه في ضربة جزاء اتحسبت لزمالك كسب بيها. في وبعدين رصدوا ضربتين جزاء لنادي إنبي ما اتحسبش حاجة. الخبراء، أنا عايز أقول إيه يا أستاذ إبراهيم؟ ما هو ليه الأخطاء دي حصلت؟ واحنا بنتكلم هو هنلغي الفار ولا ما نلغيش الفار؟ هو احنا لما طلبنا الفار في الاول والاتحاد او اللجنه السابقه ما جابتش الفار في التوقيت الاولاني بتاعها، قعد برضه الاعلام المناوي يقول لك هو ليه الاهلي مش عايز الفار؟ رغم ان الاهلي هو اللي كان اول طالب بالفار. ما هو اللي اول واحد كتب، كل الناس كانت عايزه الفار، اول واحد كتب كان النادي الاهلي. ايوه. ورغم هذا طول ما الفار مش موجود هو ليه الاهلي مش عايز الفار؟ قلب الحقائق انك تلح في الشيء اللي ما بحصلش لما الناس تصدقه. أيوة. طب الفار جه رغم عيوبه ورغم ان هو مش جايب كل الحالات لكن الاهلي عايزه يكمل. ليه؟ لانه على الاقل بص ايه الفرق بين الحكم وكان ده تملي قبل الفار. نقول الحكم ما عندوش رفاهيه استوديوهات التحليل، ما عندوش خط بيترسم، ما عندوش سلو موشن، ما عندوش رجع لي يا ابني اللقطه دي، هو بيحسب في لحظتها. طب لما يجي الفار بقى عنده كل ده. الفار بيقوم بدور استوديو التحليل، فمن الغرابه ان الشيء اللي مصر كلها تشوفه الفار ما يشوفوش. ايوه. اذا مش عارف ده حسن نيه سوء بخت، لان لما الاسبوع ده خمس نقاط صحيح هيؤثروا في مسيره الدوري. حد خد 3 نقاط لو الفريق الانبي خد حقوقه كان ممكن ما ياخدهمش، والتاني ما خدش حقه 3 ضربات جزاء. هنجيبهم بقى هطلعهم لك انا الحلقه الجايه. طيب 3 ضربات جزاء كانت تدي للاهلي انتصار مريح رغم ان عنده غيابات ورغم ان ادائه تاثر جامد جدا بالتكتيك، ولان طبيعه اللعيبه اللي موجوده هي كويسه بس مش في مراكزها. فمسألة الفار
انا خايف لو استمرت اكتر من كده يبقى انا مش هقدر اخدها براءه. هذه المباراه كان التحكيم فيها وراثي الحكم الكابتن احمد الغندور، حكم الفيديو الكابتن حسام عزب حجاج، فبالتالي صدر القرار بايقاف حكم الفيديو حسام عزب وحكم الفيديو في مباراه الزمالك. اذا صح هذا استاذ ابراهيم، اذا صح ده انه تم ايقاف حكمي الفيديو في المباراتين، ومسؤول بارز في الاتحاد اكد لي هذا القرار انه تم ايقاف الحكمين، فده اعتراف انه في تقصير تم من غرفه الفار، تقصير اثر في نتيجه المباراتين واضاع 5 نقاط. مصر كلها شايفه، لكن انا هنا لازم احيي الاستاذ عزب حجاج. اذا كان فعلا تم ايقاف حكم الفار وكما قيل يربطوا صله قرابه، يعني كما قيل كما قيل برضه، يبقى ده راجل يحترم وقراره يعني على راسنا، انك انت عايز تعمل الصح، بس لما تعمل الصح بقى ادي الحقوق لاصحابك.